والله لكن النية وديري النية وعنوان ديالنا ولو تيم ديال السيتكوم ديالنا هو ديروا النية. فكرة زوينة وجات في نفس هذا السياق، قصة ديال واحد جوج كويرية صحاب اللي خلاو وليدات وخلاو واحد المحل مشترك. الدور ديالي هي انا واحد الشخصية شي شوية مختلفة. ضروري يعني خاصني نبدل شويه. صافي داير واحد المشكله وجايه هربانه ومخبيه عند اختها فوالا، وعندها بزاف ديال لي سيتياسيون كوميك. عجبني بيرسوناج صراحه. بصح انا هاد العام شويه عندي سبيسيال كاستينغ زوين، واللي عجبني بزاف هو تعرفت على الفنان سي عبد الخالق فهيد. اول مره كنت من المعجبين ديالو من شحال هادي، ولكن دابا تعرفت عليه عن قرب. فنان وحشومي، ما كيبانش بان حشومي بزاف وذو اخلاق عاليه. الله يعمرها دار تري بروفيسيونيل فريمون، محترف على الدرجه كبيره. كان لي الشرف انني نشتغل معاه. مجموعه ديال الفنانين وحدين اخرين فايت اللي اشتغلت معاهم، ودابا اول مره غادي نشتغل مع مهدي شهاب والزبايل وياسين. رائعين صراحه، رائعين دراري زوينين طيبين. كيعجبني هذاك الانسان الطيب. لا جو عائلي، بصح جو عائلي. قلت لي لعبه الدور ديال واحد العونيه، دوره لعب واحد الدور ديال واحد العونيه، عندها واحد الشكل شويه ديكالي شي شويه، بحال نقولوا في واحد الدرجه ديال البهرجه متعمده باش يكون الشكل ديالي هكاك. دغيا كتعصب وما عندهاش الخاطر العربيه هذه المره تنخرج لك لانتوناسيون ديال العربيه. ودايره كما قلت لك دايره مشكل وجايه هربانه عند اختها. انا بالنسبه لي كاين هذا العام فريمون كاينه كتبه زوينه، والكتبه زوينه كتبان ملي كتقرا على الاوراق. ملي كتقرا كنلقاو راسنا حنا براسنا كنقراو وكنضحكوا، كتقول راه كاينه كتبه. وعاد كتبقى واحد النسبه ديال الارتجال، وواحد النسبه عاوتاني ديال الابداع والتصوير والاخراج لا كاينه كتبه زوينه هذا العام، حيت عندنا وليدات زوينين تيكتبوا صراحه. لي جون خاصنا نشجعوهم، بصح خاصنا نشجعوهم. تنقول لكم تبعوا هاد السيت كوم ديال ديروا النية اللي غادي يدوز ان شاء الله في شهر رمضان على القناة الثانية. كنتمنى يعجبكم كيف ما عجبنا حنا كاملين، ودايرين نيتنا حتى نتوما ديروا النية وتفرجوا ان شاء الله ما يكون غير خير. سير. شكرا. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.